لاعب اتحاد المنستيري عامر العمراني، لاعب الاتحاد المنستيري اللي عمل موسم رائع جدا هذا الموسم عبر سكايب. يا عامر مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك اخويا، والشرف لي زاده، ومرحبا بيك وبكل المتفرجين. ده شرف كبير لينا وانت موجود معانا النهارده، عشان انت بشكل شخصي عملت موسم رائع جدا. اتحاد المنستيري عمل موسم كبير ايضا في الدوري التونسي، لولا المباراه الاخيره لكان موجود في احدى بطولات افريقيا الموسم القادم. اكيد الحمد لله، والحاجه التوفيق يرجع للربي ويرجع للفريق كما ذكرت انت، خاطر الانسان وحده ما نجمش ينجح وحده، لازم المجموعه الكل تنجح. تعتبر موسم ممتاز كمشاركه للاتحاد المنستيري في اول مره في كاس رابطة الابطال وفي كاس الكونفدراليه، نتصور عملنا مشوار كويس. ليه فرطتوا في المباراه الاخيره مباراه الصفاقسي وكانت هتبقى مشاركه افريقيه مستحقه لفريق الاتحاد المنستيري؟ اكيد يعني نقول لو نقولوا ما حبش يعني نمس ولا نشكك من الفرق الثانيه المشاركه، بس كنا نستحق على الموسم اللي عديناه، على المجهودات اللي بذلناها، على المستوى اللي ظهرنا به، كنا نستحق على الاقل مش رابطة الابطال، لكاس الكونفدراليه الاخر. يعني حاجه تغيب توجع، كل الناس تاثرت يعني بعد المباراه، ما عندكش فكره اللي حسيناه، كنا نستحقه الاخر. قرأت تصريحات النهاردة لرئيس النادي، رئيس النادي اتحاد المنستير، يتحدث عن بعض يعني التساهل من بعض لاعبي الاتحاد في المباراة الأخيرة أمام الصفاقسي التونسي. أنت وأنت في الملعب وبجوارك زملائك، هل شعرت بأي تخاذل أو أي نوع من التخاذل من زملائك في الملعب في هذه المواجهة؟ الحقيقة أنت ربي كلمة حق وكلمة يعني قدام من ربي أول حاجة وقدام الناس. المجموعة اللي كنت فيها السنة من أنظف ما شفت في حياتي، من أرجل ما شفت في حياتي، عباد مصابة تلعب، عباد لو في ميش خالصة تلعب، الناس تعطيك ما عندها، لعبت كل المجموعة أكثر من 20 لاعب نفس كل شركة، مستحيل يقدر واحد يشكك ولا يقول اللي فما إنسان تخاذل في مباراة ولا في نتيجة مباراة. الأغلاط يعني تصير كل لاعب، يعني يمكن صحيح الغلطه لو كانت في مباراه ثانيه ولو في ماتش مصيري، يعني في مباراه مصيريه كانت النجم يتفاداوها، لكن لنأكدوا انا على حسن النيه وما فيش ولا لاعب في الاتحاد المنستيري يقدر يتخاذل، وهذا يعني نضمنه على مسؤوليتي وعلى شرفي وعلى كل شيء، انا يعني 3 سنين في المنستير ونعرف على شنو نتحدث يعني. فاهم؟ عظيم عظيم جدا. طيب عايز اخدك ليه البطولة العربية، اتحاد المنستير المفروض هيبقى موجود مع نادي الزمالك والشباب والنصر السعوديان، البطولة دي بتمثل لكم ايه ومنافسة الزمالك تحديدا، بما اننا نتحدث عن الفريق المصري نادي الزمالك، شايف المنافسة هتكون عاملة ازاي؟ يعني باش نشاركوا نتطور الاتحاد المنستيري، لسه اقول نشاركوا انا انتهى عقدي مع المنستير، يعني ما نعرفش نجدد معاهم ولا نروح لفريق ثاني ولا حاجه، بس اللي نتصوره قبل يومين مع الفريق وكل، يعني نعرف النادي ايش فيه وكل حاجه، اللي متاكد منه الفريق باش يشارك وباش يروح للاخر ومقف المشاركه. كما قلت انت مجموعه صعبه شويه، عندنا فكره على الفرق الكل، عندنا فكره على الزمالك، تابعناها وشفناها وبحكم فيها لعيبه توانسه في الزمالك وكل، عندنا فكره عارفين يعني مش باش تكون المهمه سهله، لكن نتطور كما اي فريق من حقه يطمح ويلعب على اخر يعني. عندك فكرة على كل الفرق المشاركة ونادي الزمالك وتابعت نادي الزمالك، مين في رأيك أهم لاعبي نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ أكيد الزمالك، يعني حتى ولو مش نلعب ضدهم فريق عريق في أفريقيا والناس كل تعرف يعني فيه نجوم، يعني على مثلا زيزو، أنا كشخصيا نحب اللاعب هذاك، يعني لاعب ذكي يلعب برشا مخه مراوغ سريع كل شيء. أكيد سيف الدين الجزيري بحكم تونسي وفي المنتخب وكل، نعرف حمزة المثلوثي إذا كان في الصفاقسي وكان قبل في البنزرت تلعب ضده عدة مرات ونعرفه، عندهم لعيبة خبرة يعني كما زي شيكابالا مثلا، يعني حتى ولو تقدم شوية في السن يلعب بالخبرة يدير يعمل الفرق في أي لحظة. والزمالك ككل كفريق يعني عندهم خبرة كبيرة، مشاركين سنوات طويلة وتاريخ كبير وكل، يعني حتى ولو في عناصر شابه ولا يجيو اللي يجيبوا لاعيبه جدد نتصور حيكونوا مخطئين، بس في نفس الوقت الاتحاد المنستيري احنا كفريق كسبنا الخبره، يعني لعبنا مباراه كبيره
لعبنا تحت ضغوطات كبيره في البطوله التونسيه مقابل في الترجي وفي النجم والافريقي وجمعيه كبيره، يعني مش حتكون حاجه جديده. بالنسبه للفرق السعوديه ما يخفاش على الناس الكل عملت انتدابات كبيره ولاعبين مهمين وكل، يعني هذه كره القدم، يعني كره القدم المتعه نتاعها كي تكون فرق قويه وكي تكون مواجهات صعبه وكي تكون يعني ما تروح تلعب وترجع ما فيش متعه يعني. صحيح، لعبتوا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في بدايه البطوله الافريقيه المنتهيه مؤخرا، هل كنت تتوقع فوز النادي الاهلي بالبطوله هذا الموسم؟ والله كما قلت لك لعبنا الاهلي المصري، لعبنا له في مصر ولعبنا له في 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 مصر، كانت مباراه صعيبه وراه واللي هما حتى ولو جي فتره قصيره يمروا بصعوبات ولا حاجه، يقعدوا فريق عريق ويقعدوا فريق، والاهلي المصري خاصه كل موسم تعبت دور المجموعات ولا تمر صعيب يوقفها فريق، يقعد ما نجمش نتكهن الحقيقه دور النهائي، يعني انا ما نقدرش نتكهن يعني نقول نتصور الاهلي باش يفوز ولا لا، لكن اللي نعرفه اللي مش حتكون يعني الاهلي المصري مش حيكون متنازل يعني. صحيح. طيب واجهت النادي الاهلي افريقيا واتحاد المستير هيواجه نادي الزمالك عربيا، اي مواجهه تتوقع هتكون اصعب، مواجهه الاهلي ام مواجهه الزمالك؟ الاثنين سؤالك صعب يعني. مشاركات الافريقيه يعني هي اللي تعودنا بها مرار السنين، وخاصه ما بين النوادي التوانسه والنوادي المصريه، يعني الاهلي الترجي الاهلي الزمالك، تعودنا كل موسم ضد مواسم تصير لقاءات، هذه السنه دخلت الاتحاد المنستيري، يعني هذاك علاش يمكن تصور في الكاس الافريقيه كانت اكثر على خاطر يعني الاهلي المصري مثلا ما شاركتش في كاس العرب ولا حاجه، يعني المشاركات الافريقيه يكون عليها التركيز اكثر، تكون اهداف اكثر، كنا من اول الموسم هذاك هدف رئيسي، لكن البطوله العربيه زاد عندها قيمتها الفنيه، قيمتها الماليه، قيمتها يعني كل لاعب يقدر حابب يوري روحه يوري امكانياته، كل فريق حابب يوري اللي هو مشارك على اسمه، تبقى يعني ماهيش تبقى انترناسيونال يعني مشاركه عربيه فيها من كامل الدول، دونك كل فريق باش يعمل اللي عليه. طيب انت رديت على السؤال ده بذكاء كبير جدا، السؤال اللي جاي مش عايزه بنفس الذكاء، عايزه بوضوح اكثر، يعني لو عندك عرض من الاهلي وعندك عرض من الزمالك تختار تلعب لمين في مصر؟ الله الله. يعني ملي انا صغير في تونس نتفرج كثير على الافلام المصريه والحاجات دي، نسمع الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك، حتى في التلفزيون نشوف علي معلول ولا حمد المثلوثي ولا قبلهم الفرجاني يجيبوه في التلفزه ولا حتى في محارم الجليل، الاهلي او الزمالك الاهلي والزمالك. انا اخويا تونسي مازلت ما عنديش علاقه بالاهلي وبالزمالك، يشرفني نلعب فيهم الزوز لو جات فرصه، يشرفني يعني نكون حاضر فيهم الاثنين واي فريق مصري ثاني مهما كان اسمه، بس ما نقدرش نقول لك معناها يعني هتعمل لي مشكله كده. بس ده مش واضح، ده دي مش اجابه واضحه برضه، ما هو الاثنين فريقين كبار طبعا. الاهلي المصري الاهلي المصري فيها علي معلول، تونسي الزمالك فيها الجزيري وفيها المثلوثي، يعني الاثنين فيهم توانسه ما اقدرش. طيب مين في رايك افضل التوانسه اللي موجودين في مصر؟ يعني لو قلت لك اختار لي لاعب هو في رايك افضل لاعب تونسي موجود في الدوري المصري؟ يعني بكل تواضع ما نحبش انا نعطي يعني نقول شكون احسن لاعب ومش احسن لاعب، يعني مانيش مخول بهذا، انا لاعب مانيش مدرب مانيش فني، لكن رايي بسيط يعني الناس كل تعرف التوانسه علي معلول ما شاء الله يعني سنين وهو يعطي في مستويات كبيره وفي المنتخب، بس في توانسه ايضا اللي نعرفهم شخصيا زي الياس الجلاص لعب معي في المونستيري، في الاسماعيلي في راس جواد لعب معي في المنتخب، في يعني ايمن الصفقتي في فيوتشر لعب معي في النجم الساحلي، مالك بعيو لعب معي في النجم الساحلي، يعني في الكثير لعيبه توانسه مش كان يعني اللي نشوفوهم فخطر عادي في الاهلي في الزمالك اللي قاعد ياخذ اسمه وياخذ، لكن من نعرف امكانيات اللعيبه التوانسه اللي يمشيوا الغادي ينجحوا، لو ما تصيرش في اختلافات صغيره على يعني الفلوس وحاجات كذا، نتصور اللاعب التونسي ينجح في مصر، معناها صحيح التوانسه اللي في مصر مشرف لنا الحقيقه. صحيح. طيب بمناسبه انتهاء عقدك مع اتحاد المنستير، هل لديك عروض من الدوري المصري في الوقت الحالي؟ انتهى عقدي عنده يومين مع الاتحاد المنستيري، زي كل لاعب يعني الحمد لله عديت موسم مش خايب، الاتحاد المنستيري ساعدني كثير باش نبان،
يعني عندي شوية عروض، عندي شوية اهتمامات، لكن يحصل لي شرف لو نجي لمصر، ولو جي فرصة يعني زي أي لاعب عربي. بطولة مصر يعني تطورت كثير وقاعدة ماشية في نصف التصاعدي، الميدان كويسة، المستوى كويس، تقدر تروح بها لأوروبا، تقدر تروح بها يعني، لو يسهل ربي وليكتب ربي مش حالنا يعني. عامل العمراني لاعب نادي اتحاد المنستيري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتمنى لك كل التوفيق الفتره القادمه ان شاء الله.